بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لحظة بلحظة، وهذا هو استكمال للصفحات الرمضانية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم. بدأنا في اللقاء الماضي في سرد يوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وكيف كان يقضي يومه، وبما يستغله، وما يكون فيه من الطاعات والقربات لله رب العالمين، وهذا بحسب المستطاع والممكن، لأنه ربما تفوتنا، بل وبالفعل لابد أن تفوت بعض التفاصيل الدقيقة، ولكنها في الغالب ربما لا يرتبط بها، أو يعني أقول ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وأريد به أن تقتدي به الأمة فهو محفوظ، لأن الله عز وجل حفظ لنا الدين، والسنة من الدين لأنها وحي. لذلك نحاول أن نقترب أكثر وأكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، ومن هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان. أين انتهينا في اللقاء الماضي؟ أين انتهينا أمس في تتبع الهدي النبوي؟ التراويح. انتهينا إلى بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح والقيام. وماذا بعد التراويح؟ لا مانع ويحسن أن تجعل لك وردا من القرآن الكريم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يدارسه جبريل في رمضان كل ليلة القرآن، يعارضه، يقرأ ويستمع، ويقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهذا معنى المدارسة كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى. وكذلك الأمر عند اقتراب أجله صلى الله عليه وسلم ووفاته، عارضه جبريل عليه السلام القرآن مرتين في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول أخي، احذر قاتلات ومضيعات الأوقات، احذر قاتلات ومضيعات الأوقات، فإن لم تكن في دعوة إلى الله عز وجل أو خدمة أو مصلحة دينية، فعجل بالرجوع إلى بيتك ليسعك بيتك، خاصة في رمضان، حتى لا يضيع منك رمضان، لتنل قسطا من الراحة، أو تقرأ شيئا من القرآن، أو تصلي بعض الركعات. وحدد لنفسك وردا من القرآن تداوم عليه كل يوم وليلة في رمضان، حتى لا يضيع منك رمضان وأنت ما قرأت شيئا، وربما ما ختم البعض القرآن مرة واحدة في رمضان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضاع منه الشهر وما مر على القرآن ولو مرة واحدة، وهذا بسبب عدم التخطيط. لابد من خطة. أي إنسان يقبل، خليك معي، على صفقة تجارية، أي إنسان يريد أن يربح فيها، لابد من وضع خطة، لابد من دراسة جدوى كما يقولون.
الأمر في رمضان يتعلق بالعتق من النار، الأمر يتعلق بالجنة والفوز بالجنة، فلا بد من وضع خطة، من وضع برنامج تسير عليه في رمضان من أول ليلة وتداوم عليه، لا يقبل المفاوضة ولا يقبل الأعذار. الأعذار طوال العام 11 شهرا نعتذر، نتكاسل، نترك سنة، نترك نوافل، أما في رمضان لا مجال أمامك لذلك، لأن رمضان وقود العام، رمضان الوقود الإيماني والشحنة الإيمانية التي ينفعك الله عز وجل بها خلال العام، خلال 11 شهرا. فاحذر التفريط، كفانا تفريطا في طوال في هذه الشهور، ولنجتهد في رمضان ونور الله عز وجل من أنفسنا خيرا. ولا تغفل عن قراءة القرآن بالليل كما ذكرت لك، لأن لقراءة الليل مزية على قراءة النهار، ولا بد وقبل أن يقدم عليك رمضان لا بد من أخذ الأسباب والأخذ بالوسائل التي تجعلك تنتفع بقراءة القرآن. كيف تقرأ القرآن؟ سؤال عجيب صح؟ كيف تقرأ القرآن؟ تقول لي زي الناس زي كل سنة تدبر. إزاي تدبر؟ تعمل إيه؟ تقرأ التفسير. حلو، مش لازم يبقى لك معالم، بالك مفاتيح، تبقى معاك مفاتيح تعلمك ازاي تنتفع من ايه. وده اللي قلنا الكتاب اللي وصينا بيه المهم جدا جدا جدا، اللي هو مفاتيح تدبر القرآن. لازم الكتاب ده يتشال ان شاء الله الليلة دي ويقرأ هذا الكتاب، وستتغير ان شاء الله علاقتك بالقرآن وتلاوتك للقرآن، وستجد طعما اخر ما حسست به ربما من قبل. وحاول ذلك وسترى إن شاء الله. مفاتيح تدبر القرآن فضيلة الشيخ خالد ابن عبد الكريم اللاحم حفظه الله. الليل له مزية خاصة في تلاوة القرآن، وخاصة وقت الإيه؟ السحر، لأن وقت السحر من أفضل أوقات التذكر. ليه؟ لأن الذاكرة تكون في أعلى مستوى، الذاكرة تكون في أعلى مستوى بسبب الهدوء والصفاء، وبسبب بركة الوقت حيث النزول الإيه؟ الإلهي وفتح أبواب السماء. فأي أمر تريد تثبيته في الذاكرة بحيث تتذكره خلال النهار، فقم بمراجعته في هذا الوقت وسترى. طلبة الطب وهندسة وغيرهم، أي أمر تريد أن يثبت في ذهنك راجعه في هذا الوقت، وسيثبت إن شاء الله في قلبك وصدرك ولا تنسى بإذن الله تعالى. حتى أهل الدنيا من أهل السياسة والاقتصاد وغيرهم، وفي الغرب الكفرة، شو الكفرة عندما ينتفعون بما هو من ميراثنا نحن أهل الإسلام، استفادوا من هذا، حيث ذكر عدد منهم أنه يقوم بمراجعة لوائحه أو حساباته أو معاملاته وأوراقه في مثل هذا الوقت، ثم هو يوفق للصواب في قراراته. إذن الوقت متاح لك أيها المحب مريد الآخرة. أهل القرآن أولى بذلك وأولى باغتنام هذه الفرصة لتثبيت إيمانهم، لتثبيت علمهم وخشيتهم لله عز وجل. ولذلك ورد في القرآن جزاك الله خير الكثير من الآيات التي تدل على فضيلة التلاوة بالليل. انتوا صايمين ولا مفطرين؟ حاسس انتم دروخين كده، مش قاعدين كده اخد بالك. لا صحصح معايا، ده موضوع قلت لك جنة ونار، عايز انتبه معايا. حد يجيب آية من القرآن تدل على مزية القراءة بالليل؟ القراءة القرآن، ها؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عشان قلبك يصحى. ها ايه كمان؟ ها الله ينور عليك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. إن ناشئة الليل قال ابن عباس هو أجدر أن يفقه القرآن، وكفى بقول ابن عباس، ابن عباس حبر الأمة، قال لك عشان تفقه القرآن إمتى تقرأ؟ ساعات الليل، هو أجدر أن يفقه القرآن. إبا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وبين الله عز وجل أن هذا سبب لأن يبعث المقام الإيه؟ المحمود. كذلك إن ناشئة الليل هي شد واطئا وأقوى مقيلة، والناشئة هي القيام بعد النوم، فتجتمع راحة البدن وراحة الروح فيحصل الانتفاع بالقرآن. أما القراءة حال التعب والإرهاق فإن التدبر والفهم يكون إيه؟ ضعيفا، خدت بالك، وشواغل النهار ونحو ذلك. قال تعالى أيضا ثلاثة ليسوا سواء، ما تكتب يا ابني تتفرج على إيه؟ من أهل الكتاب أمة قائمة إيه؟ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون.
لولا أن القراءة بالليل لها مزية وخاصية عن قراءة النهار ما أثنى الله عز وجل عليهم بذلك وما بين لنا ذلك كي نقتدي بهم. أربعة، قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يبقى حزبه ده كان إمتى؟ بالليل. هو نام عنه أو عن شيء منه يقوم يقضي من إمتى؟ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل، كأنما قرأه من الليل. وهذا في صحيح مسلم، وده في دلالة واضحة على أن الأصل في القيام بالحزب أنه يكون إيه؟ بالليل. في حالة العذر تقضي ما بين الإيه؟ الفجر والظهر، فتأخذ ثواب أن أنت قرأته بالليل. ولو ما كانش ثواب القراءة بالليل أكتر من ثواب القراءة بالنهار ما كنتش هتاخد ثواب القراءة بالليل، ما كانش يقول لك كتب له كأنما إيه؟ طالما الاثنين سواء يبقى إيه كتب له كأنما قرأ. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى ده دليل على فضيلة القراءة في الليل. ويقول ابن حجر رحمه الله عن المدارسة، مدارسة إيه؟ مين يعني؟ جبريل عليه السلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول، وهذا في كل ليلة من رمضان الأمور واضحة جدا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: المقصود من التلاوة الحضور والفهم، الإنسان قلبه حاضر يكون فاهم، لأن الليل ما ظنت ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية. وقال الحسن رحمه الله ابن علي حسن رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن، إزاي السلف كان بيتعاملوا مع القرآن يا عبد الله؟ إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم. أما أنا أبعت لك رسالة، أخذ بالك تعمل إيه في الرسالة دي؟ ما تيجي لك رسالة مهمة تفرح بها بس، إقراها بتمعن جدا. إما يكون أب مسافر أخذ بالك وأهله في ضيق وفي كرب وفي هم ومشاكل كثيرة جدا، بعت لهم رسالة فيها علاج لكل المشاكل اللي مبلاه، ابتداء نشوف فرحهم قد إيه بالرسالة دي، وشوف تمسكهم بيها، وشوف حرصهم على قراءة حرف حرف، ممكن العلاج يكون خدت بالك هو القرآن أشد من ذلك وأكثر من ذلك. إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. في النهار نفسنا نعيش المعنى ده، إن أنت ما تفتح المصحف كده كما كان يفعل الرسول، يقول: كتاب ربي وضعه على وجهه ويقبله كلام ربي، وتعيش معنى أن دي رسائل لك من الله سبحانه وتعالى. محتاج أن أنت تفهم تقرأ عشان تفهم عشان تعمل عشان تطبق، مش موضوع أنه أخذ حسنات وثوابه خلاص بدون عمل. لا، قراءة الحرف بعشرة واضح كل ده معلوم ومفهوم، لكن عايزين عمل، عايزين تغير، عايزين القرآن يغيرنا بإذن الله تعالى، التدبر والفهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما، انتبه عشان تشوف الأثر ده تحقق فينا ولا لا، قال ابن عمر: أول ما ينقص من العبادة الناس تفرط فيها ايه؟ اول ما ينقص من العباده التهجد بالليل. الله المستعان. وفعلا ده ظاهر، قل من يقوم الليل ويصلي بالليل ويتهجد ويقرا القران. اول ما ينقص من العباده التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراءه. ويقول الشيخ عطيه سالم رحمه الله عن شيخه محمد الامين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ عطية سالم ليه رسالة مهمة جميلة بعنوان مع الرسول في رمضان صلى الله عليه وسلم، وتعرض فيها للكلام على عدد ركعات صلاة التراويح ونحو ذلك، بحث ممتع لو استطعت أن تحصل عليه ولو حتى من على الشبكة العنكبوتية من على النت. يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: سمعت الشيخ يقول، لو مين؟ شنقيطي، الشيخ شنقيطي وصية يا جماعة ذهبية. يقول الشيخ شنقيطي رحمه الله: لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه وييسر فهمه إلا القيام به في جوف الليل. اللي عايز يحفظ القرآن، اللي عايز يفهم القرآن، اللي عايز القرآن يثبت في صدره في قلبه يعمل بيه إيه؟ يقوم به في الليل. أنت حفظت بالنهار صفحة 15 صفحات، تعمل إيه بالليل؟ صلي بيهم بالليل، سمعهم لربنا سبحانه وتعالى يسمع منك هذه القراءة. ها، لا يثبت القرآن في الصدر ولا يسهل حفظه. طب انتوا جايبين كل ده يتعمل بايه؟ مش عارف، ها، حاطين لي كل البتاع ده نعمل ايه؟ هناكل ولا هنشرب ولا هنشرح؟ لا يثبت، جزاهم الله خير، لا يثبت القرآن في الصدر، اتفضل، ولا يسهل حفظه وييسر فهمه الا القيام به في جوف الليل. السلام عليكم.
وقال السري السقطي رحمه الله: رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل، بركات الفتوحات، الانتفاع بالآيات، فهم الآيات، رأيت الفوائد ترد في ظلام الليل. ولذلك قرر النووي رحمه الله ذلك بعد هذه الأحاديث، فقال: ينبغي للمرء أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. يبقى لك ورد ليل وفي صلاة الليل أكثر، يعني قراءة بالليل وكمان إيه؟ تصلي بالقرآن. ولذلك ما أحسن ما قاله دكتور خالد عبد الكريم، يقول إن القراءة، سيب بقى قلمك كده وظهرك كده على التختة كده وركز معايا كده واسمع، إن القراءة للقلب، قراءة القرآن لقلبك أخبرها إيه؟ إن القراءة للقلب مثل السقي للنبات، إن القراءة للقلب مثل السقي للنبات. ركز معايا ممكن، ها؟ إن القراءة للقلب مثل السقي للنبات، فالسقي لا يكون في حر الشمس. تيجي تزقي نبات تزقيه بالنهار في الحر؟ لا. ليه؟ فإن هذا يضعف أثره، خاصة مع قلة الماء فإنه يتبخر. وكذلك قراءة القرآن إذا كانت قليلة وكانت في النهار وقت الضجيج والشواغل، فإن ما يرد على القلب من المعاني يتبخر ولا يؤثر فيه. جميلة صح؟ إن القراءة للقلب مثل السقي للنبات، فالسقي لا يكون في حر الشمس فإن هذا يضعف أثره، خاصة مع قلة الماء فإنه يتبخر. وكذلك قراءة القرآن إذا كانت قليلة، وده حلنا، وكانت في النهار وقت الضجيج والمشغلات، فإن ما يرد على القلب من المعاني يتبخر ولا يؤثر فيه. ولذلك البعض ربما يقول: أنا أكثر تلاوة القرآن من تلاوة القرآن ولكن لا أشعر بأثر ولا فائدة ولا نفع. أقول لك: أنت ربما لا تدري كيف يقرأ القرآن. القراءة في الليل يحصل معها الصفاء والهدوء، حيث لا أصوات تشغل الأذن ولا صور تشغل العين، فيحصل التركيز التام، وهذا يؤدي إلى الوصول إلى معاني القرآن ووصول معاني القرآن إلى القلب، فيحصل التدبر ويحصل الرسوخ للقرآن بالألفاظ والمعاني في القلب، وبالتالي يحصل التغير بإذن الله تعالى. لذلك لا، يعني لا تغفل عن هذه الوصية أن يكون لك ورد من الليل، سيما وقد كانت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ورمضان كما نعلم شهر القرآن، فيه نزل وفيه تحلو تلاوته ويعظم أجرها، ولكننا نريد هذا العام قراءة تغييرية، ليست لمجرد الحسنات فحسب كما ذكرت، بل للتعلم وللتغيير وللتدبر، كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك مش ليقرؤوه، ليتدبروا آياته، وبعد التدبر يحصل إيه؟ وليتذكر أولو الألباب. طبعا الوقت كما ترون في رمضان ربما يكون الإنسان مشغولا والوقت قليل، ولذلك اجعل لنفسك وردا وداوم عليه، وحدد هذا الورد بالساعات. يعني ممكن بعض الإخوة يحدد الورد بتاعه بإيه؟ بالأجزاء، يقول لك: أنا في اليوم هقرأ 5، أنا في اليوم هقرأ 10. طب إيه الفرق بين أنه يحدد الورد بالأجزاء وأنه يحدده بالساعات؟ هتقول الاثنين مش زي بعض؟ لا، أقول لك عشان أنا عايزك لما تقرأ يبقى هدفك التأثر، يبقى هدفك الخشوع، خدت بالك؟ يبقى هدفك التغير، مش هدفك اللي أنت تخلص الورد. احنا بنقول ايه الفرق بين انت تحدد وردك بالساعات او بالاجزاء؟ كتير من اللي بيحددوا وردهم بالاجزاء بيبقى هدفه انه يخلص الاجزاء، لكنه حمله عايز اخلص. لكن انا محدد وردي بالساعات، 5 ساعات قرآن، ال5 ساعات دول ممكن اقرأ فيهم صورة واحدة، ممكن نص صورة، ممكن سطر. الله، سطر في 5 ساعات؟ النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام، ما تصليش عليه، عمل كده فين؟ قام الليل بآية يرددها حتى أصبح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت، ها؟ أشوفت عايز أغلط هم، هو أصل هي الآية دي على طول فإنك أنت الغفور الرحيم، غلط، فإنك أنت العزيز الحكيم. وارجع للتفسير، ليه الآية ختمت وإن تغفر لهم؟ أنت عارف المغفرة يبقى إنك أنت الغفور الرحيم. طب ليه ختمت إنك أنت العزيز الحكيم؟ هل عارف يقول ليه؟ هو ده التدبر. يبقوا ارجعوا بقى للتفسير. فده المعنى، ان انت ممكن آية واحدة تقعد تتأمل فيها وتعيد فيها والقلب يتأثر، اخد بالك، والعين تدمع، ودي فرصة. طالما المية كانت قطعة، لما تيجي المية بتعمل ايه؟ بتملى، لانها ممكن ايه؟ تقطع تاني. فهي المية قطعة 11 شهر جات، تعمل ايه بقى؟ فرصة بقى، هاتها تاني
وابكي تاني وعيد تالت وابكي تالت وعاشر ومية، ممكن تقعد فيها ساعة واثنين وثلاثة، ينفع؟ ينفع. املى على قد ما تقدر بقى كل الأوعية بتاعتك عشان تكفي معاك كام؟ ها ما تخليك هنا، تكفي معاك ايه؟ 11 شهر. خدت بالك؟ عشان تكفي معاك ال 11 شهر، مش موضوع بقى خلص الورد وخلاص. فالموضوع ده مهم جدا، والسنة دي إن شاء الله في رمضان لعل هذا يكون من أحسن أسباب انتفاعك برمضان بإذن الله تعالى. مع تطبيق الوصايا التي وردت في كتاب مفاتيح تدبر القرآن، والحق خلي بالك إحنا النهاردة كم شعبان؟ 10 شعبان، بقى 20 يوم أو 19 يوم، الحق جهز قلبك عشان تعيش القرآن. الحق اقرأ عن تدبر القرآن، والحق اقرأ عن معنى الصيام وتحصيل التقوى من الصيام قبل ما يدخل عليك رمضان، وتخلي رمضان ميدان للتجارب، يطلع رمضان وما حصلتش منه الثمرة المطلوبة. تلاوة القرآن أيضا ليست بالليل فحسب، بل وزع ذلك على ساعات الليل والنهار، والأفضل كما ذكرت تحديد الوقت والمحاسبة على ذلك واحترام الوقت المخصص لتلاوة القرآن، أن يكون ليكون الهدف من التلاوة التدبر والتفهم لا المقدار فحسب. واحذر أيضا أن يستدرجك الشيطان بناء على ذلك لتقليل القرآن وورد القرآن، يقول لك أهم حاجة تدبر، الشيخ بيقول خلاص هو بقى إيه، أنا ممكن أقعد لي في جزء طول الشهر، يقول لك بقى بتدبر، هو موضوع هوا بقى مش موضوع تدبر ولا حاجة. خلي بالك، فأنت وازن، ممكن تعمل زي ما بعض العلماء بيقول، اعمل لنفسك ساعات للقراءة وساعات للتدبر. ساعات للقراءة ما أقصدش إنها فيهاش تدبر، لكن ممكن التدبر ده يبقى محتاج وقت طويل، خدت بالك، فعايز تحصل مقدار من الحسنات في رمضان خصوصا، فلربما تكثر من قراءة القرآن مع مراعاة الآداب التي ذكرها العلماء. وقد ذكرت في دروس سابقة في صلاح القلوب حوالي 20 طريقة تعينك على الوصول إلى تدبر القرآن، فارجع إليها رشيدا لعلك تنتفع بها إن شاء الله تعالى. لذلك يكون الهدف من الجلسة التأثر والتدبر لا الكم والمقدار فحسب، ولكن حدد لذلك وقتا لا تتجاوز، يعني لا تتعد، يعني لا تعتدي على هذا الوقت. قبل النوم قرأت أو بعده افعل ما بدا لك، ثم تقوم في الثلث الأخير من الليل، وهذه التي قال فيها عمر رضي الله عنه والتي ينامون عنها إيه؟ أفضل. لما رأى الناس تصلي التراويح أول الليل قال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها إيه؟ أفضل، يعني الصلاة في آخر الإيه؟ وده أفضل أن تصلي في آخر الليل. تقوم في آخر الليل مقتديا بصاحب خير هدي، خير الهدي صلى الله عليه وسلم، تقرأ أول ما تقوم تقرأ إيه؟ من يقول؟ تقرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات، وتنظر إلى الإيه؟ شفتوا إيه؟ تفكر إحنا عايزين نقرب من صاحب خير الهدي صلى الله عليه وسلم. تنظر إلى السماء، حد بيصحى من النوم قبل الفجر وينظر إلى السماء؟ بس مش تعد النجوم طبعا. تنظر إلى السماء متفكرا وتقرأ هذه الآيات مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتسوق، ثم تتطهر، ثم تصلي وتبدأ الصلاة بركعتين خفيفتين كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله أو ستجد في كتاب 100 طريقة للتحمس لقيام الليل، ستجد الكثير من الهدي النبوي مذكورا في هذا الكتاب، وخاصة التنويع. انتبهوا يا جماعة، موضوع التنويع في صلاة التراويح، أن تتعرف على الكيفيات التي كان يصلي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح، فتفعل ذلك وتغير وتنوع، لأن هذا يكون أدعى للخشوع، بالإضافة إلى أجر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستشعرا تنزل الملائكة إن شاء الله كي تستمع لقراءتك الخالصة الخاشعة، كما في قصة أسيد بن الحضير لما قام فقرأ سورة الكهف أو سورة البقرة، وكان الفرس بجواره مربوطا وولده يحيى نائما، فقرأ فجالت الفرس، جالت يعني جالت تحركت واضطربت، فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، فلما خشي على ابنه يحيى على ولده يحيى أمسك عن القراءة، فنظر إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها كأمثال المصابيح، فما زال يتبعها بصره حتى غابت في السماء،
فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان، فقال تلك الملائكة تنزلت لتسمع قراءتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولو أصبحت لأصبحت يراها الناس. عيش المعنى ده، ممكن ملائكة تنزل لسماع قراءتك أنت ولا مش ممكن؟ ليه لا يا جماعة؟ بلاش البخل في السؤال، قلنا قبل كده لا تبخر ربك، أنت تسأل الكريم فاستكثر، ولعلك تصدق وتخلص لله عز وجل وتخشع وتتدبر فيكرمك الله عز وجل بأمثال هذه الكرامات. ولا تغفل، الله المستعان، ولا تغفل في هذا الوقت المبارك أيضا، صلي ما كتب لك واقرأ ما تيسر لك من القرآن. ثم أيضا هناك وظيفة مهمة، وهي الإيه؟ وظيفة في الوقت ده، الاستغفار وبالأسحار هم يستغفرون، هذا ثناء من الله عز وجل على هؤلاء، الاستغفار بالأسحار. كيف يكون الاستغفار بالأسحار؟ في حاجات كده أحيانا بتبقى عند البعض مبهمة، وبالأسحار هم يستغفرون إزاي؟ لا ازاي يعني اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ قمت اهو بالليل اعمل ايه؟ ها انت اطول مره قعدت تستغفر خدت منك كام؟ دقيقتين واقلب انا استغفرت خلاص، سيبلك. لكن ما يقعد بقى كده يتفكر في الذنب، يتفكر في الجرأة على الله سبحانه وتعالى التي كانت منه، يتفكر في كثرة الذنب، يتفكر في قبح الذنب، يتفكر في تواتر نعم الله وإحسان الله إليه وتواتر عصيانه ومخالفته. المعاني دي كلها تهيج الشجون في القلب، فإذا خرجت من اللسان أستغفر الله يكون لها طعم آخر. فإذا كرر مرة بعد مرة ولو 100 مرة، مش كان النبي كده ولا إيه؟ ها؟ فلما يكرر بقى، لما يكرر إيه؟ ولو دعوة واحدة، ها؟ لعل ذلك يحرك القلب، صح ولا مش صح؟ غير لما هو مرتين وخلاص أكنه حمل وبيرميه وبيجري، هتبالك. فالتكرار في الدعاء مهم، والإلحاح في الدعاء والمسألة، الإلحاح في المسألة، وتستشعر أن الله عز وجل كريم يستحي من العبد إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يستحي من العبد ألا يضع في يديه خيرا إذا رفع إليه يديه. واستحضر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم دعوة إيه؟ مستجابة في ليالي رمضان لله عتقاء من النار، ثم قال لكل امرئ منهم دعوة إيه؟ مستجابة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاغتنم هذه اللحظات في الدعوات المستجابات وأكثر، فأنت تسأل ربا كريما، ولا تنسى أمتك من الدعاء، ولا تنسى الدعاء للمسلمين بالصلاح، فلعل الله عز وجل يستجب لك فتنصلح حال الأمة، ولا تحتقر نفسك. والله عز وجل يعني رب أشعث أغبر ذي طمرين، ها اصحى يا ابني، لا يؤبه له لو أقسم على الله إيه؟ لأبره، لربما كنت هذا أنت ذاك الرجل واستجاب الله دعائك. ثم أيضا بعد ثم يعني يحسن أن نأخذ صورة من صور تعبد صاحب خير الهدي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. تعالوا كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في وقت الايه، هتتكلموا ولا ألم حاجتي واروح؟ السحر كان بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا عليه ولا ايه؟ ايه صوتكم عيلي ليه دلوقتي يعني؟ اشمعنى ما عشان ما روحش؟ تقول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين حريصين أنهم يتعلموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي خلانا نعمل صفحات رمضانية من حياة صلى الله عليه وسلم. هديه ايه؟ عايزك تدور كده في رمضان، هنا كان بيعمل ايه، هنا كان بيعمل ايه. والتمس الهدي بلا شك يعني دليل على المحبة الصادق. حدثينا بأعجب ما رأيته من رسول الله. فقالت عائشة رضي الله عنها لما كان ليلة من الليالي قال يا عائشة، النبي بقى بيكلم زوجته، يا عائشة ذريني يعني تركيني أتعبد لربي. قالت والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. ما كان ممكن يقوم وخلاص، بس شوف التلطف مع الزوجة، مع أنه مش محتاج لإذن ولا حاجة، شوف الكلام الجميل، ذريني أتعبد لربي. فقالت، وشوف الرد الجميل، والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. وده خلي بالك لازم يلفت نظرك، لأن عائشة ما كانتش الزوجة الوحيدة، هي كان في إيه؟ زوجات. وده بيحصل مع الضرائر، تقول له يعني أنت عندي تصلي وهناك
خدت بالك؟ بيحصل من النساء جهل طبعا بلا شك. خليه حتى لو عندك وبيصلي، مش ده ايه؟ فقالت اني لأحب قربك واحب ما سرك. قالت فقام، بتحكي بقى صوره اكن عايزك دلوقتي تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وتتخيل كده حالته اللي هوصفها لك دلوقتي بالملي، وصف دقيق جدا. قالت فقام فتطهر، يعني توضأ، ثم قام يصلي. قالت فلم يزل يبكي، ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ها بل صدره كده، حتى بل حجره. بكاء قد ايه اللي يبل الحجر؟ انت معايا؟ حتى بل حجره. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الارض، بكاء تساقط على الايه؟ على الارض. قالت فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، يعني صلاة الصبح الفجر، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ إيه يكون الرد؟ ها؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني غفر الله لك أنت ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ مش عارف، حتى دي مش راضين تردوا فيها. غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، طيب أفلا تكون عبدا شكورا؟ إذا كان لم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت لا تفعل مثل ما يفعل صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا حال من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف يكون حال من لم يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وكيف ينبغي أن يكون بكاؤه؟ ده الإنسان يقوم فقط في الليل يبكي على نفسه، ها؟ خدت بالك؟ فقال لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات آل عمران. الحديث خرجه ابن حبان وإسناده على شرط مسلم. هذا الحديث أنا لا أدعي أنه في رمضان، لم يرد التصريح بأنه كان في ليالي رمضان، ولكن هذه لفتة عن حاله صلى الله عليه وسلم في الأسحار، وإذا كان هذا في غير رمضان ورمضان أفضل، فكيف يكون حاله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ وكيف يكون حالك أنت؟ أفلا تكون عبدا توابا مستغفرا؟ ثم ننطلق سريعا ونتساءل ماذا بعد هذا؟ صلينا وبعدين؟ ماشي، نعمل ايه؟ أذكار الصباح؟ احنا لسه ما صليناش الصبح. صباح يا حاج، صباح الخير. احنا لسه ما صليناش الصبح، نوم ايه؟ ماشي، ها صلينا واستغفرنا، سحروا بقى، يعني الاكل تنسوه، السحور قبل الفجر او قبيل الفجر معلم من معالم الهدي النبوي، من معالم صاحب خير هدي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو السحور، وهو سنة مستحبة بإجماع الأمة، ولكن الطعام في رمضان له طعم آخر. ليه يعني؟ في بركة، ها؟ الطعام هتاخد عليه أجر، تخيل حتى الأكل، يعني دي كأنها إشارة لينا احنا كمسلمين. حد يقول الاشاره قبل ما وياخد كوبايه العصير دي؟ حد يقول الاشاره ازاي يعني؟ قصدك شكلك هتاخد الكوبايه ولا ايه؟ ازاي يعني؟ اديها له. نعم، هو الراجل ده قرب. لا كانها اشاره لنا ان جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل الشرع وصرح، خدت بالك، أن هذا الطعام تؤجر عليه إن احتسبت، كأن دي إشارة وتدريب لينا. طول حياتك عمال تأكل، بتأكل ليه؟ عشان تعيش، صح؟ وفي ناس عايش عشان تأكل، والاتنين ضيعين، لأن انت منفعش تضيع كل يوم ساعة ولا ساعة ونص أكل، زي ما قلنا ما تضيعش 10 ساعات شغل ولا 8 ساعات نوم، ما ينفعش. وقلنا قاعده مهمه جدا، الاحتساب طريق الاكتساب. اسمها ايه القاعده دي يا ابني؟ ما تكتبش اللي بقى، لو انت من صغرك كده تكتب، ما تكبر كده يبقى حاجه كبيره ان شاء الله. الاحتساب ايه؟ طريق الاكتساب. يعني ايه الاحتساب طريق الاكتساب؟ ازاي انوي بالعمل التقرب،
ازاي اخلص؟ اجيبه منين عزم القلب؟ ما قلنا الكلام ده مبارح، انتوا نايمين ولا مش قلت لكم انتوا شكلكم كده مسخسخين مش فايقين؟ مش قلناها مبارح؟ ازاي انت تحتسب الطعام والشراب والنوم والعمل؟ بالعلم ان انت تتعلم فضائل، تتدارس كتاب زي الترغيب والترهيب 20 مرة لحد ما الاحاديث تلزق فين؟ في قلبك، فتلاقي نفسك بتنبعث للافعال كده بنوايا صالحة. انت تلاقي نفسك كده قمت الخميس، النهاردة الخميس يبقى عندي اطبق 4 حاجات، اطعام طعام، زيارة مريض، عيادة مشي في جنازة، ها صيام. ما انت ما حدش قالك حاجة، جات منين؟ علم، خدت بالك؟ معرفة فضل، فتلاقي النوايا تتفجر في القلب. حتى وانت ماشي بتسعى لأي شيء تجد تحديث بالخير، تجد القلب تتفجر في نوايا الخير. عشان كده لازم علم، لازم تعلق قلب باليوم الآخر. تعلق القلب باليوم الآخر يخلي الإنسان ما يضيعش أي لحظة من لحظات العمر بدون ما ياخد من وراها إيه؟ أجر. ليه أنا راجل ما بفهمش يعني عشان أضيع 10-12 ساعة في اليوم والليلة بدون حسنات؟ ما الباقي ليه أخد فيه حسنات؟ إذا كان الصلاة بتضيع مننا نصها في السرحان، الصلاة اللي هي عبادة، يبقى الموضوع لازم يبقى فيه نوع من الانقلاب بقى على الذات. الطعام ممكن تاخد عليه حسنات زي الطعام السحور ده، تاكل وتاخد اجر. عشان كده قلنا موضوع الاحتساب ده مهم جدا يا جماعه، بمطالعه الفضائل وتكرار ذلك على القلب وتفهمه، فحينها يعزم القلب على ذلك. لكن انا اقول لك ازاي تقول لي انوي الخير، اقول لك ازاي تقول لي تخلص، اقول لك ازاي اعزم، تقول لي اعزم ازاي، كل ده يحصل؟ هو القلب هيعزم على حاجه ما هوش عارفها؟ ما هوش عارف فضلها؟ ما انت لازم تعرف الفضل والقدر والثواب العظيم. يوم القلب يطلبه، يتحرك، يشتاق، صح ولا غلط؟ زي ما قلناها في مثال زيارة ايه امبارح؟ المريض، واخد بالك؟ لازم تعرف الاجر، لازم تتعرف على الثواب عشان القلب يريد. طب السحور بقى تتسحر ليه؟ واحد، اقتداء برسول الله، 5 حاجات، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب بس هل انت طب بتعيش المعنى ده لما تقوم تتسحر؟ انت قايم من النوم عشان تاكل عشان تقلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عشان بطنك قايم ليه تاكل؟ لو واحد صحي من النوم الساعه 3:30 كده لقى مراته في المطبخ بتاكل في الايام العاديه، هيقول لها ايه؟ صح كده؟ الوليه دي ايه، دي مفجوعه دي ولا؟ ولو ست لقيت جوزها برضه، عشان ما الاخوات ما يزعلوش، اخد بالك؟ هتستغرب ولا لا؟ طب لو واحد صحي في رمضان لقى واحد بياكل في الوقت ده، صح كده؟ احنا بقى مش عايزينه عادي، احنا عايزينه ايه؟ عبادي، خدت بالك؟ عايزين ناخد حسنات. عايزك وانت بتقوم كده تبقى قايم عشان اقلدك يا نبي صلى الله عليه وسلم. واحنا في الحج السنة في يوم عرفة ان انت تقف فين؟ عند الجبل اللي عند الصخرات، موقف النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك جبل عرفة انتوا عارفينه الكبير، خد بالك، والناس تقف حواليه. لا، في مكان النبي كان بيقف فيه. طب غير الجبل، منطقة عرفة قد ايه؟ كبيرة جدا. اي واحد قاعد في اي مكان، طبعا الوقوف بعرفة مش معناه تفضل واقف، عشان حد بيفهم لازم اقف طول النهار، لا، تقعد وتنام اي حاجة، المهم تبقى تتواجد فين؟ في عرفة. طيب اي مكان تقف فيه او تقعد فيه في عرفة يجزي ولا لا؟ طب ليه بقى بنروح عند الحتة دي؟ يا هو ده الشيخ ياسر ما كان معانا في الحج، ما احنا اللي معاه اسف، فكنا بنحاول نقتدي، بنشوف قربه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لانه اعلم، فبنحاول نقلد، خدت بالك؟ فحريص جدا ان هو حوالي 3-4 كيلو مش عارف ولا اكتر عشان يمشي ويروح لنفس المكان ده مع زحمه. انت بتمشي في 3 مليون واحد، والاخوه تلح يا شيخ هتاخد مننا 2-3 ساعات من يوم عرفه، هيروحوا علينا. يقول هتروح ازاي وانت رايح عشان النبي واقف هنا؟ إذا مش هتروح دي مفيش حاجة رايحة، نية، خدت بالك؟ وهو ماشي بالتلبية بقى ودعاء وذكر وقراءة قرآن، يبقى مش رايحة ولا مش رايحة؟ قعدت أفكر كده قلت شوف الناس اللي سايبة عرفة كلها ورايحة هنا، دي ناس إيه؟ ناس بتحب النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان طبعا الأمر فيه ساعة، والعلماء بيقولوا عشان خوف الزحام وخوف المشقة في أي مكان، لكن طالما تيسر لما لا تفعل؟ نفس المعنى عايزك تعيشه لما تقوم في نص الليل في السحر قبل الفجر وتجهز اكل وتاكل. ممكن تقول لا مش عايز اكل، لا هتقوم عشان حتى تشرب شويه ايه؟ ليه انا ما اشرب شويه الميه دول؟ عشان بحب النبي،
صلى الله عليه وسلم. عيش بقى المعنى ده، يبقى أن تستحضر أنك تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، تبتغي الأجر من الله على حبك له صلى الله عليه وسلم حتى في هذه السنة اليسيرة. طيب، اثنين، تريد من وراء التسحر أو السحور تبتغي الفوز بصلاة الله وملائكته عليك. يعني إيه بقى؟ ربنا يصلي عليك يعني إيه؟ يعني أنت تذكر في ملأ الأعلى، أو أنه يرحمك، أو أنه يثني عليك، لا مانع من هذه المعاني كلها. تبتغي الفوز بصلاة الله وصلاة الملائكة عليك. إذ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين. صحيح الجامع 1844، يصلون على المتسحرين. قال المنوي رحمه الله: صلاة الله عليهم رحمتهم. يعني إيه يصلون على المتسحرين يا ابني؟ من لسه قايل اهو: صلاة الله عليهم رحمتهم. وبعض العلماء يفسرها بالثناء، لأن الله عز وجل قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو قلنا صلوات يعني رحمة، يبقى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، فعشان كده قالوا الصلاة أي الثناء، وتفسر أيضا بالرحمة، يبقى صلاة الله عليهم رحمتهم. طب صلاة الملائكة؟ وصلاة الملائكة استغفارهم لهم. وهذا ترغيب عظيم فيه، في إيه؟ في السحور، وهو زيادة في القوة، وزيادة في إباحة الأكل، وزيادة في الرخص المباحة التي يحب الله أن تؤتى، وزيادة في الحياة، وزيادة في الرفق، وزيادة في اكتساب الطاعة. استحضر هذا المعنى الجليل الرائق بقلبك، ليتيها فرحا وحبا وشوقا لخالقه سبحانه الذي يطعمه ثم هو يثني عليه ويرحمه. يعني هو أكلك ويرحمك، مش صح؟ مش هو اللي سن لك السحور على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى أكلك ويرحمك، يصلي عليك ويثني عليك. استحضر هذا المعنى المهم. وكم من ملك كريم ترجو من الله صلاته عليك. وطبعا عارفين الملائكة لا يعصون الله إيه؟ يبقى ملك يستغفر ليك، كم ملك بقى؟ وكل هذا ليس بأكلة فحسب، وإنما بنية القلب وعزم القلب على تحصيل هذا الثواب. وإن كان العبد، وإذا كان العبد يحصل هذا الثواب من وراء السحور، والسحور هو إعداد واستعداد للصيام، فكيف بثواب الصيام؟ إذا كان السحور اللي هو معين يا ابني اللي بتلعب، معين على الصيام، ثوابه كده. ما للصيام بقى نفسه يبقى إيه؟ ثلاثة: أن يبغي مريد الخير تحصيل البركة وإصابتها. يبقى بتتسحر ليه؟ تحصيل البركة، تحصيل البركة، إصابة البركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يقول تسحروا فإن في السحور بركة، رواه البخاري. وقال: إن السحور بركة أعطاكموها الله. يا سلام لو نعيش المعنى ده: أعطاكموها الله. شوف أكلة السحر دي، فلا تدعوها. صحيح الجامع. وقال أيضا: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. ده كلام مين ده؟ صاحب خير الهدي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر: إيه البركة بقى في السحور يا جماعة؟ إنه يشبعك، بس أنت خدت بركة دنيوية. جميل، نعم، وهو ماشي، هو صح. الإخوة قالوا إنه يدي لك قوة على الصيام، فلا تضجر من الصيام، ما تتعبش، ما تضعفش، خدت بالك؟ وإن أنت تاخد بيه ثواب وأجر، يبقى بركة دنيوية وبركة إيه؟ ابن حجر بقى هيخلصنا من الموضوع ده والإشكال ده، وانت سرحان لي مش عارف، وهيقول لك ايه البركة بقى. قال: البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، تحصل بجهات اتباع السنة، مخالفة أهل الكتاب، التقوي به على العبادة، الزيادة في النشاط، مدافعة سوء الخلق. ايه دي؟ ازاي دي؟ ده لا ها اللي هيقوله هو فيه هدية. والله تصدق قرب، بس مش عشان ابني. فعلا ابن حجر قال ايه؟ مدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع. لان الانسان لما يبقى جعان بتبقى اخلاقه ايه؟ ويقفوا كده مع بعض، وده يخبط في ده يقول له مش تحاسب، يقول له انت اعمى، بص انا اقول لك انا صايم، خدت بالك؟ يقول لك معلش عذره، ده صايم. هو صايم يعني قليل الادب؟ ده عند ناس كتير جدا كده، ان الصيام سبب لسوء الخلق، مع ان الصيام ورد فيه تحديدا تصريحا: وان سبه احد او شتمه. شوف النبي حددها ازاي، فليقل ايه؟ لا، ده يقول له معلش عشان صايم.
يشتم يسب الدين يقول له اعذره ده صاي ده كافر مش صاي صايم ايه ده انهي صيام ده ده كفر وخروج من المله والعياذ بالله تعالى وبعدين اصلا تتعب كده طول النهار وبعدين ما تاخدش حسنات ازاي تفضل نفسك كده يبقى نقول ايه ومدافعه سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقه على من يسال اذاك ممكن واحد يبقى في الوقت ده بيمر عليك تتصدق عليه بطعام ونحوه او يجتمع معه على الاكل والتسبب للذكر والدعاء لما تقوم تتسحر ممكن تدعي وقت مظنه الاجابه وتدارك نيه الصوم ها تدارك نيه الصوم ها قول لمن اغفلها قبل ان ينام وان كان دي صعبه شويه لان اصلا انت لما بتيجي تنام بتبقى ايه عازم ان انت تصوم بكره مش زي بعض الناس يقول لك ناويت اصوم بكره من رمضان انت بتسمع مين او بتقول لمين وحد سالك انت هتصوم ولا لا طب بتقول كده لمين هو ربنا ما يعلمش اللي في قلبك ما انت يا اما بتقولها للناس يا اما بتقولها عشان ربنا للناس ما حدش سالك لربنا هو عالم بالايه يبقى بتقولها ليه بالضبط كده زي ما قلت لكم المثال قبل كده سمع الاذان الله اكبر الله اكبر اذان العشاء قام اتوضى ونزل من البيت وراح الجامع وصلى سنه العشاء واخد بالك وبعد كده الامام الله اكبر بقيم الصلاه قال ناوي تصلي صلاه العشاء انت لسه هنا ناوي تصلي صلاه العشاء اما نازل من بيتكم رايح فين هو ايه اللي حركه اصلا العزم على اداء صلاه العشاء يبقى النيه عمل قلبي ملاش دعوه بالبق اصلا باللسان فهمت وانت رايح الشغل بتقول نويت اروح الشغل بتقولها نويت اروح المدرسه بتقولها لا بس عازم بايه ما نفس المعنى ده دي متصوره في حالات يسيره يبقى انسان مثلا ودي هنقولها في درس الجمعه ان شاء الله درس الفقه انسان جاله تليفون انت مسافر بكره فيقول لمراته مثلا انا بكره مسافر فحفطر يبقى كده ايه نوى الفطر اهو يقوم يتصل بتاني لا السفر اتلغى يبقى ده بقى يحتاج لايه لانه اصلا هو كده ايه لغى النيه لما نوى الايه عزم على الايه فهمتها ولا مش فهمتها لكن الغالب العلماء بيتكلموا على تبييت النيه مش قصدهم ان انت تقول نويت اصوم بكره من رمضان اللي يقول انا مش هتسحر النهارده انا شبعان ده ايه ناوي صوم صحونا تسحر ده ايه دي كلها علامات على الصوم عشان كده ابن حجر قال ايه وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام وطبعا السحور في حد ذاته إيه؟ نية السحور في حد ذاته نية هذا بالنسبة للبركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قد أشرنا إليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شهر إيه فاكرين؟ شهر مبارك وحديث أول مرة أقرأه النهاردة وكلكم ما تعرفوش تقريبا قال صلى الله عليه وسلم رمضان شهر مبارك صحيح الجامع أول مرة تسمعه رمضان شهر مبارك وهذه من بركاته وطبعا ليلة القدر ليلة إيه مباركة فلا تتعجب إن البركة حتى الطعام صار إيه مباركا في رمضان شملت البركة الطعام ولا يخفى أثر السحور في تقوية الصائم وعدم شعوره بالجهد والمشقة في نهار رمضان وليس يعني ذلك أنك تضخم أمر السحور بمعنى أنه يجهز ما لذ وطب من الأصناف فيملأ بطنه فيقعد حتى عن صلاة الفجر يصلي في البيت لا لأن السحور يحصل ولو ها هو دي حلوة دي بس بتزعل الناس لأن عشان تفهم من هنا أن السحور مجرد إيه اقتداء واتباع مش كتر طعام حتى ولو كان شيء يسير قال صلى الله عليه وسلم تسحروا من يكمل الله ينور ولو بالماء من اللي قالها تسحروا ولو بالماء تعرف الحديث قبل كده تسحروا ولو بالماء ها خد تاني يا اخي اديها لواحد هديه بعد الدرس وتعرف عليه وقول له انت منور النهارده انت جاي منين كده اعمل شغل تسحروا ولو بالايه ولو بالماء وقال صلى الله عليه وسلم في تاني طيب ايوه نعم سحور المؤمن التمر نعم سحور المؤمن يبقى انت حتى ولو بتاكل اصناف تانيه حط معاها ايه عشان بس تطبق السنه دي نعم سحور المؤمن التمر وقال في روايه اخرى نعم السحور التمر وقال صلى الله عليه وسلم السحور اكله بركه فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء السحور اكله بركه فلا تدعوه ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء وهذه من البركه الظاهره للسحور ان الشيء القليل منه واليسير يعطي الله عز وجل به للصائم قوة ولا الإيه ودي لفتة توحيدية إيمان بقى أن لا تعتمد على الإيه
على الأسباب، صح ولا مش صح؟ التربية هوت، لأن السبب ولو كان يسيرا يعينك الله عز وجل به فتتقوى على الصيام ويقويك على الصيام، ولو بجرعة إيه؟ بجرعة ماء أربعة من إيه؟ ليه بتتسحر؟ يبغي مريد الخير وطالب الخير من وراء السحور مخالفة أهل الكتاب بحرصه على هذا الطعام، إذ قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. سبحان الله، حتى في الأكل الرسول صلى الله عليه وسلم حريص أنه يخالف إيه؟ يهود النصارى. وفي ناس مش في الأكل ده، في الأعياد وفي الدين وفي غيره حريصين أن هم يتشبهوا بإيه؟ يهود النصارى. يبقى موضوع ما موضوع قلب في نفاق والعياذ بالله تعالى، إن لم يكن الإنسان جاهلا. لأننا نجزم أن من يحرص على اتباع هدي هؤلاء هو لا يحب رسول الله ولا يحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أحب رسول الله لأحب مخالفته، لأن اليهود نفسهم النصارى قالوا ما يريد أن يترك شيئا إلا وخالفنا فيه، يقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم مش سايب حاجة إلا ما إيه، يبقى إزاي أنت توافقهم؟ إذا كان هم لو وافقوك أنت بتعترض، يبقى إزاي أنت لما توافقهم في الباطل؟ فاكرين قصة جورج يا ابني؟ ده باب قلنا قبل كده، وفي ناس بتخش بشر زيكو، فإيه الجديد اللي أنت هتشوفه في البشر؟ ما تبصوش هنا، بصوا هنا. قصة جورج اللي هو لما جه في عيد الأضحى وبدأ طلع عشان يجيب الخروف، عشان هيذبح بقى الخروف في عيد، قلتها قبل كده كتير بس بتنسوها، هيذبح بقى وحريص ان بقى الخروف تتوفر فيه بقى ايه شروط الأضحية اللي وردت في السنة وحتى الشكل وحتى، وراح طبعا واشترى الخروف، كان في امريكا، هو نصراني امريكي، ياخد بالك ما تسمع يا ابني، خدت بالك؟ وجاب بقى والعيال فرحانة بقى، بطرس ومرقص فرحانين جدا بالايه بالخروف، خروف العيد، وعمالين يلعبوا معاه وينطحوه وينطحهم، خدت بالك؟ وبابا هتذبحوا امتى؟ لا ده لازم بعد الصلاه، لان قبل الصلاه يبقى لحم، لكن بعد الصلاه يبقى ايه؟ يبقى اضحيه، خدت بالك؟ ولازم هنصلي العيد الاول، بعد صلاه العيد ايه اول حاجه نبدا اللي احنا نعمل ايه؟ ها قلنا بعد الصلاه اول حاجه نعمل ايه؟ نذبح، خدت بالك؟ وفعلا صلوا العيد وراجعوا من صلاه العيد وذبح الغروب، قالوا لازم نقسمه ثلاث تلات عشان ايه، قسم كذا وقسم كذا وقسم كذا، خدت بالك؟ وخلص وتم تم وقطع وعطى وهدى والى اخره، يلا يا ولد بسرعه النهارده لحد عشان نروح الكنيسه. ايه رايك؟ ما ينفعش ليه؟ ها كوكتيل، ها يعني انت شوف ده مثال يضرب، يعني تخيل ان تصور ان ماذا يحدث لو، خدت بالك؟ انت تعترض تقول ده ينفع حبه مننا حبه مننا، ما ينفعش كده، مع ان هو بيقلدك في ايه، في ايه يعني، في صح في خير، لكن انت معترض، ما هو كده لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، خدت بالك؟ ما بالك بقى لما المسلم يقلده في الكفر بقى، ويلون بيض، خدت بالك؟ ويفسيخ ومش عارف وايه، ويطلع ويتفسح، ودي اعياد كفريه. إذا كان أنت ما ترضاش أنه يقلدك في الخير، كيف تقلده في الكفر؟ موضوع عقيدة الولاء والبراء يا جماعة ده مهم جدا، لأن العقيدة دي عايزين يمسحوها كده، لو يطولوا يمسحوا الآيات اللي في القرآن اللي فيها لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ عايزين يمسحوا الآيات دي والأحاديث، يقول لك لا فرق بين مسلم ومسيح، ورجعوا في مقال مكتوب على صوت السلف اسمه لمصلحة من، عشان تشوف خطورة موضوع التهاون بموضوع الولاء والبراء، لازم المسألة دي ندرسها كويس جدا، إنها من أكثر القضايا اللي أمريكا وغيرها من أذنبها بمصرين إنها تنمحي من عقيدة الإيه؟ ودين المسلمين، والله المستعان. ففي رمضان ولاء وبراء، تقوم وتتسحر لأنك تخالف بذلك إيه؟ أهل الكتاب. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. خمسة، بالحرص على السحور أيضا تفترق عن غيرك بإدراك الكثير من الخيرات، منها إدراك ساعة التنزل الإلهي، إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم، يبقى إدراك ساعة التنزل الإلهي. اثنين، الحفاظ على صلاة الفجر، يبقى مش حينام عن صلاة الفجر لأنه قام إيه قبليها. ثلاثة،
أعوان له على ترديد الأذان والتبكير إلى الصلاة بخلاف غيره. اللهم صل على صاحب خير الهدي واجزه عنا خير الجزاء. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. كل هذا تحصله يا باغي الخير من وراء هذه الأكلة اليسيرة إن شاء الله تعالى. ويحسن بك أخي الحبيب أن تربي أولادك على هذه المعاني، على هذه المعاني أثناء السحور وقبله وبعده. انتبهوا معي، بعض الناس ربما لا يفهم الأولاد من السحور إلا مجرد الطعام والشراب. نريد أن تكرر هذه الأحاديث على مسامع أولادك وتفهم الأولاد لماذا نتسحر. يكفي أننا نحن تربينا على العادة، فنريدهم أن نربيهم على الإيه؟ على العبادة، على الاحتساب. فيقوم الولد والله وقلبه فرحان مليء بالسرور، قلبه حاسس كان قلبه حينط من كتر الفرح. تقول له احنا قايمين عشان نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قايمين عشان نثبت ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، قايمين عشان نخالف اهل الكتاب، قايمين عشان تكرر على مسامعه ذلك فيتربى على هذه المعاني العظيمة. وماذا بعد أكلة السحر؟ ماذا بعد أكلة السحر؟ نعم، الدعاء والاستغفار. انت جاي متأخر شكلك. لا، في حاجتين لسه متعلقين بالسحور. حلو دعاء بعد السحور ده. تقول ايه بقى؟ لا لا لا، الدعاء بعد الاكل والفضائل دي كلها في التفصيل في المنهج بتاع السنه اللي فاتت. قلت لكم اسمعوه على الموقع انا السلفي، الحلقات اللي احنا عملناها تفصيل فضائل العبادات والتحفيز على فعل الخيرات، هتلاقيه بالتفصيل موجود في المنهج، مش عايز اكرر تاني يعني. جزاك الله خير. هنقول ليس هذا فحسب يتعلق بالسحور، وانما من هدي خير الهدي صلى الله عليه وسلم وصاحب خير الهدي امران ايضا: تاخير السحور والدعوه اليه. تاخير السحور والدعوه اليه. تاخير السحور يعني ايه؟ الا يكون بينه وبين الفجر الا كم وقت؟ حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. هل الحديث زيد بن ثابت رضي، انتبه معايا الحديث ده، في سؤال هسأله. لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبر فيه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة. قلت أنس اللي بيسأل كم بينهما، يعني بين إيه السحور والصلاة؟ قال قدر 50 أو 60 آية. والحديث في الصحيحين. إيه اللي يلفت نظرك في الحديث؟ لا 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 اقول لك انا اخذ اول احاول انا اخذ الكتاب بس خلاص. مش هي بس مش دي برضو، ان زيد بن ثابت كان بيعمل ايه في الوقت ده عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ جميل، بس زيد بن ثابت ده اللي جمع القرآن يا ابني، اللي أمر بجمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك شاب لا تتهم، لا نتهمك. فالوقت ده لعله وقت تدارس، كما نبه على ذلك بعض العلماء، تدارس قرآن، أخذ بالك. وهو بقى زيد رضي الله عنه إما يجي يعبر عن الوقت اللي بين السحور والصلاة، عبر عليه بالحاجة اللي هو شغال بيها أو المتعلق بيها اللي هي الإيه؟ الآيات، خدت بالك. فزيد بن ثابت في الوقت ده ليه؟ كما نبه بعض العلماء ويشرح هذا الحديث، الوقت ده الوقت السحور وقبل السحور، فلعله كان يتدارس ويتعلم مع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن. ثم لما سئل كم الوقت بين الاثنين، ما قالش بقى 10، ما قالش ربع، خدت بالك، قال قدر 50 أو 60 آية. ويقول سهل بن سعد رضي الله عنه: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عايز أقول لك أخلص سحور وأسرع عشان ألحق إيه؟ صلاة الفجر. قال الحديث رواه البخاري. والتأجيل ده والتأخير ده هتستفيد بيه إيه؟ هتحصل الخيرية، تحصل بذلك أيضا فضيلة أخرى وهي الخيرية. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وعند أحمد: وأخروا السحور.
شوف ده اقتداء، ده احنا بندور بالمنقاش عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعمل زي. مش هتسحر الساعة واحدة ولا الساعة 12، هو لسه واكل الساعة 8 ويروح واكل الساعة 12، هات بالك. الله المستعان. فتحصل بذلك الدخول في الخيرية والكون في الخيرية بإذن الله تعالى. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وعند أحمد وأخروا السحور. اثنين، دعوة الغير إلى السحور اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، زي في حديث زيد بن ثابت اللي فات، وكمان حديث أسرح بقى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان. واضح كده؟ ودي سنة ممكن تبقى غايبة برضو. دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء المبارك. الغداء اللي هو الطعام المبارك، والحديث صحيح الشيخ الألباني. ويقول أنس رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إني أريد الصيام، أطعمني شيئا. قال: فأتيته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن بلال. رواه النسائي وهو صحيح. طبعا عارفين الأذان الأول بتاع مين؟ بلال. بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان بينهما وقت قليل، اللي هو ده يبين لك برضه تأخير واستحباب تأخير السحور. طب بعد السحور في إيه بقى؟ حبيت تسافر إلى أن يؤذن بالفجر أو بالصبح لا مانع، حبيت تدعو لا مانع. طب انتهى الوقت وجاء وقت صلاة الإيه؟ الصبح، ماذا تفعل؟ تتجهز لهذه الصلاة المشهودة التي تشهدها الملائكة. وأنا عايزك وانت جاي لصلاة الفجر تمرر الفضائل دي على قلبك: إن قرآن الفجر كان مشهودا، من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. تبالك، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فعلوا. يبقى الصلاة دي سبب لرؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، الصلاة دي سبب، من صلى الصبح فكان في ذمة الله، في حفظ الله وضمان الله، إلى آخر الفضائل اللي موجودة في الدروس بتاعة السنة اللي فاتت، اللي هي بتحمسك وتخليك تنتوي فعلا الخير وتحدث نفسك بالخير قبل أن تقبل وتقدم على فعل الخير وفعل الأعمال الصالحة. ولا أتوسع فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك يطيل القراءة فيها، يقرأ ما بين كم؟ يرد إيه؟ حديث العمد الأحكام، من الستين لكم؟ للمئة، ماشي، من الآيات. ولا تغفل عن ترديد الأذان والدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة، لأنه دعاء لا يرد. ثم بكر إلى المسجد وكن أول داخل. فين؟ ليه؟ تربية يا جماعة على الفضائل مهمة جدا. شوف كم واحد مش عارف فضل وثواب دي، تربية على الفضائل، أن الملك يغدو برايته مع أول من يخرج من بيته أو يغدو إلى المسجد، أول داخل يغدو معه الملك، يخرج معه الملك براية، توفيق وتسديد وإعانة من الملك، خدت بالك، ثم يعود معه الملك حتى يدخله بيته ويرجعه بيته، كما أن الشيطان يغدو برايته مع أول ذاهب إلى السوق، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنشرح كتاب أهمية صلاة الجماعة اللي أنا وصيتكم به، هيعرفك إيه النوايا اللي في صلاة الجماعة وإزاي تحب صلاة الجماعة وإزاي تحرص على صلاة الجماعة. فإن لم تفعل ذلك في رمضان فمتى تفعل؟ بالإضافة لباقي الفضائل والميزات التي تحتف بهذه الصلاة. ثم وماذا بعد صلاة الفجر؟ طبعا الحرص على الخشوع، لأن طبعا خشوعك في رمضان يفترق. الحديث أبقى أجيب لك نص عشان أنا مش فاكره بالنص. صلاة الفجر بس ورد في صلاة الفجر، طبعا غيرها يعني لك ثواب التبكير إن شاء الله. ماذا من معالم صاحب خير الهدي بعد صلاة الصبح؟ بعد صلاة الصبح احنا ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، ها؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ها تربع حتى تطلع الشمس حسنا. كان صلى الله عليه وسلم، يا ابني ما تسرح، إذا صلى الفجر تربع حتى تطلع الشمس حسنا. رواه مسلم. وعند الترمذي: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى إيه؟ ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صحيح الجامع. وسبحان الله، شوف عمرة وانت في المسجد، وعمره وما فيش معاه ولا انفلونزا خنازير ولا عبارة تغرق
اخد بالك، ولا توقف على الحدود ولا جوازات، اخد بالك، ولا أي، بس تحتاج لجواز سفر واحد هو ايه؟ النية. النية توصلك إلى مكة وأنت مكانك، خدت بالك. مدة السفر إلى الحرم وقضاء المناسك والإقامة والعودة حوالي ساعة، صح ولا مش صح؟ شوف، وقت قليل جدا، ولكن أعظم الأوقات في اليوم بركة. اللهم بارك لأمتي في إيه؟ في بكورها، اللي هو وقت بعد الإيه؟ بعد الفجر. فإذا طلعت الشمس ماذا تفعل؟ لا تنتظر بعد طلوع الشمس ربع ساعة أو ثلث ساعة ثم تصلي ما تيسر لك من الصلاة. طبعا لا نسينا يا أخي أذكار الصباح، أذكار الصباح وأذكار بعد الصلاة. لا ما وسعش بقى، ما قلنا أذكار الصلاة وأذكار بعد الصلاة وكده، ده هنوسع قوي. بس أنا عايز أدي لك هدية بتاعت الدرس النهاردة. قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. مين اللي عايز يخش الجنة؟ اقعد بقى ركب دي الاثنين ما شاء الله. الخصلتين دول تحافظ عليهم، خصلتان لا يحافظ عليهما. طبعا في غير رمضان بنكسل، في رمضان ما ايه يقبح بقى، عايزين نتمحك يعني اي حاجه ايه نعرف انها من السنه ايه. لا ما ينفعش، هي السنه في رمضان والنفل في رمضان ما مش بسبعين زي ما الناس بتقول، ده حديث ضعيف، لكن بلا شك الامر له شان اخر في رمضان. خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم الا دخل الجنه، الا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حاجه سهله بس قليل من الناس اللي ايه بيعمل بيها. ايه هي بقى؟ صحصح اللي جنبك ده. يسبح الله، اسمع بقى الهديه، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبره عشرا. يبقى كام؟ 150. لا 150، مش 30 في 5 صلوات، يبقى كام؟ فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. يعني كل صلاة بعد كل صلاة تسبح 10 مرات، وتحمد كام؟ 10 مرات، وتكبر كام؟ 10 مرات. يبقى كام كده في الصلاة؟ 30 هم في الخمس صلوات 150، 150 باللسان، انت عديتهم 150. في الحسنات كام؟ فذلك 150 و100 باللسان و1500 في الميزان. طيب، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه. لما تيجي تنام، ما تيجي تنام بس مش في الدرس، لما تيجي تنام بقى تعمل ايه؟ يكبر 34، تقول الله اكبر كم مره؟ 34. ويحمده 33، ويسبح 33، يبقى كم؟ 100 باللسان و1000 في الميزان. كريم والله. يبقى 100 قبل ما تنام التسبيحات دي، كم تسبيحه؟ 33، وكم تحميده؟ 33، وكم تكبيره؟ 34. يعني كم 100 همت بكم حسنه؟ بألف حسنة. يبقى كم الاثنين دول بقى؟ ألف معانا همت، وكم من شوية؟ 1500. يبقى كم؟ 2500 إيه؟ حسنة. الحتة اللي جاية دي جميلة أوي. النبي قال لي صلى الله عليه وسلم، قال: فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ شفت الجمال؟ يعني عايز يقول لك يعني 2500 حسنة هو يا عم، ما أنت يعني مش هتجيب كم؟ مش هتجيب 2500 سيئة ولا دلوقتي فيه؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده للصحابة. الله المستعان، دلوقتي تبص فوق تحت يمين شمال محاصر، كله من حواليك سيئات. يا رب سلم. أيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ وده طبعا بيبين لك أهمية تتبع بقى الثواب والحسنات، اللي هو موجود مفصل في الدرس بتاع السنة اللي فاتت، اللي هو كيف ندخل برمضان الفردوس الأعلى. لكن برضو لو تنبيه يسير كده على أذكار الصباح والمساء التي يغفل عنها الكثير ويتهاون بها. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي 100 مرة، اللي هو سبحان الله وبحمده، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. شفت؟ إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. كمان اسمع بقى، ركز أهو، خلص الدرس. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة. يعني جمل، يعني تقول الصبح كم مرة سبحان الله؟ 100، وقبل غروب الشمس 100، دول أفضل من كام؟ 200 بقى، 200 مش 100 الصبح و100
آخر النهار يبقى كام؟ 200 في 30 200 ب 3000 ازاي؟ ها 6000 ايه؟ طب لو عملنا مسابقه 6000 جمل تسلم اخر رمضان للي هيحافظ على الاذكار دي، انت متخيل يعني ايه 6000 جمل؟ 6000 جمل يعني شوف الضخامه دي. الجامع ده ياخد كام؟ اقعد الجامع ده ياخد كام جمل؟ 6000 والله في احيانا بيبقى لازم تقعد تفكر كده وتحدث نفسك بالثواب، عشان كتير مننا يعني انت النهارده سبحت 100 سبحت 100 سبحت 100 كتير مننا فعلا بتروح منه صح، مشكله كبيره يعني ضيعت منك يعني انت اتصدقت النهارده ب 100 جمل يقول لك لا ليه طيب ليه، طب انت لو معاك فلوس هتتصدق بيها؟ لا طب ما هي من غير فلوس اهي في ايه الاصرار ده على الخسران؟ ولسه كمان خلي بالك، ومن قال الحمد لله 100 مره قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان افضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله. 100 فرس. ومن قال الله اكبر 100 مره قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان افضل من عتق 100 رقبه. عايزين ايه؟ والكتاب انتوا عارفينه وحافظينه وهو موجود فيه الكلام وبقرأ منه، بس كتير مننا يجي عند سبحان الله ويروح قافل ويقول خلصت الأذكار. طالما انت بقى حريص ان انت تضيع على نفسك المئات دي، ها ركز معاي، يبقى ما تلومش الا نفسك بقى. وحتى لو نجي عن رمضان فرصة للايه؟ تدريب والتمرين عليها وعدم تفويتها. معنى كده؟ ثم وقت لدراسة القرآن. خلي بالك من التسمية، أنا قلت وقت كمان يا أستاذ اللي هتنام بقى، وقت إيه؟ عدالك الموضوع تعاد أهو. وقت الصبح ده ممكن نعمله وقت لدراسة القرآن. يعني إيه دراسة؟ ها؟ لا أنا معلش عايز أقترح عليكم مشروع السنة دي جديد شوية، إن إحنا كل يوم نقرأ تفسير ربع واحد من المصحف. يعني نقرأ تفسير ربع، يعني عندك تفسير السعدي، أيسر التفاسير، تفسير ابن كثير، قراءة تفسير ربع من القرآن. إيه اللي 7 صفحات؟ لا أنا مالي بابن كثير، أنا بقول لهم أيسر التفسير، الناس لسه على قدها يا عم مش قدك. أيسر التفسير تفسير السعدي يعني صفحة وش وظهر، صفحتين. تخلص تفسير ربع من القرآن، يبقى 30 يوم هتخلص كام ربع؟ صعبة مش عارفين تحسبه، معلش ماشي. يعني كام جزء؟ 7 جزء ونص. أنت عسل يا حاج، انت النهارده انت عايز تفطر، يعني 4 أجزاء إلا ربعين، جت 7 ازاي معاك؟ خدت بالك؟ يعني انت لو خلصت في رمضان حوالي 5 أجزاء تفسير، ده وحش ولا كويس؟ كل سنه بقى تاخد لك 5 أجزاء، يبقى انت كده ايه عايش بقى هو مع القران عشان تفهم القران بيقول ايه، مش يبقى بتقرا وخلاص ماشي كده. واللي عازم يعمل كده وما عندوش تفسير انا هجيب له تفسير هديه، اتفقنا؟ بس تقرا، لكن عشان تيجي اخر رمضان ما قريتش هيتسحب منك تاني، ليكون لعلها تكون انطلاقه لتوطيد الصله بالقران والحرص على فهمه وتدبره ومن ثم التذكر والعمل به. بعد ذلك من معالم الهدي النبوي ايه؟ بعد الاذكار والقران اشرقت الشمس. ايه المعالم؟ ايه المعلم؟ صلاه الضحى. صلاه الضحى صليها كم؟ أقول لك أنا، أنت في غير رمضان ما بتصليهاش ماشي كده؟ أو بتصليها لو صليت بتصليها كام؟ 2 ركعتين، مع أنها ثوابها صلاة الأوابين بكم حسنة بكم صدقة؟ 360 صدقة. لما تتصدق كل يوم 360 صدقة، عشان كده لا يهلك على الله إلا هالك، لأن أبواب الحسنات كتيرة ورغم كده برضه يخش النار. طب وغير كده بقى كمان ثوابها، هو هقوله لك أهو، ركز معايا، حديث ما سمعتوش قبل كده عشان تقول لوالدك، تقول لوالدتك، تقول لاخواتك وتاخد حسناته. عن ابي الدرداء رضي الله عنه، مش حمل خلي بالك اللي انا كل سنه اكرر، وناس كتير جدا مش هتعرف الحديث او هقول لك، ممكن يكونوا حاضرين السنه اللي فاتت بس ما تعرفش بقى كان هو حاضر نايم ولا انا اللي كنت نايم، مش عارف الحديث ليه. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 2 ركعة. شوف بقى الناس اللي عارف، بقول لك اول مره تسمعه، اللي عارف يكمل، هذه واحد بس. من صلى الضحى 2 ركعة لم يكتب من الغافلين، ومن صلى 4 في باب صلاة الضحى في صحيح الترغيب والترهيب،
ومن صلى أربعا كتب من العابدين. الضحى وقت الضحى، ما احنا لسه هو مش انا احنا قلنا احنا وقت ايه دلوقت؟ ها بعد شروق الشمس بربع ساعه بتلت ساعه، ماشي كده؟ اللي احنا ماشيين اهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، هنشوف ان شاء الله المره الجايه بيعمل ايه الظهر وبيعمل ايه العصر والمغرب يفطر ازاي وبعد الماء وهكذا، ماشيين اهو لحد ما نرجع تاني لفين؟ للفجر، ماشي كده؟ من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى اربعا كتب من العابدين، ومن صلى ستا كمل كفي ذلك اليوم، كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين بالته يعني مديم العبادة، ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. يا سلام، لما تطلع من رمضان بكم بيت؟ دول 30 ده ضحى، وكمان 30 بتوع ايه؟ سنن الرواتب اللي هي 12 ركعة في اليوم. ها؟ يعني انت لو قلنا في اخر رمضان هتاخد 60 شقة تمليك تعمل ايه يا بطل؟ انا اجزم ان انت هتقعد في الجامع مش هتطلع. ما يقولك هو في شغل احسن من كده؟ ما هو ده هيبقى شغله صح؟ يعني يقولك 80 شقة كام؟ احنا قلنا كام؟ 60 شقة. يعني انا اصلا لو رحت اشتغلت في انهي بلد دول هيدوني شقة حتى بعد رمضان؟ لو اتقال على الناس هنوزع مفاتيح شقق بعد رمضان. بس يا جماعة صلوا بس التراويح بخمس أجزاء، يقول لك مش خمسة بس للفجر معاك، صلي ولا حاسين بحاجة، ده رجلنا حديد. هي كده بل تؤثرون الحياة الدنيا. تعال احنا نغير بقى المعايير دي، 60 شقة ويخلي بالك شقة الدنيا غير ايه شقة الآخرة، ده جنة بقى، قصر من ذهب، ذهب وفضة، لؤلؤ، انت عارف بقى ايه الكلام اللي اتكلمنا عليه في وصف الجنة. من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والله انت ممكن، اخي كان بيقول لي في حديث فضائل كده، قلت لأمي من يومها وهي بتعمل بي وانا بطلت. اخت بالك، قلت حلو، ما انت كده لعلك برضو ايه نبطلتش لان انت دليت، فانت واقف بتاخد برضو ايه، عشان كده اقول لك انت سمعت هو ممكن ما تعملش او تكسل، احرص ان انت اي حاجة تسمعها اعمل تأمين لنفسك بان انت تنقلها لايه لغيرك. خدت بالك؟ والله انا شرح الله عز وجل صدري عندما سمعت بعض الناس في بعض الدروس، يعني حوالي 60 سنه 50 عجوز وضرير كفيف، خد بالك، مش عارف من حوالي سنتين تقريبا قال لي من يوم ما قلت الحديث ده وانا بصلي كل يوم 12 ركعه، قلت الحمد لله الواحد ما بيعملهاش الا فين وفين. خدت بالك؟ وده فضل توصيل وتبليغ الايه العلم اللي انت حديث زي ده تروح كاتبه ومعلقه، كم واحد يقراه وكم واحد يسمعه؟ لعل والله لا، دي مرتبة أعلى. ومن صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، والحتة اللي جاية دي بقى كده تنعش قلبك بيها، قال صلى الله عليه وسلم: وما من يوم ولا ليلة إلا لله من يمن به على عباده صدقة، وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. عشان تعرف ان ده، باخد الورقه بعد الدرس، تعرف ان هو يعينك اللي انت تصلي الضحى دي، ما ايه ده من منه اهو. وما من يوم ولا ليله الا لله من. مش انت عندك الترغيب والترهيب؟ اخ اللي بيقول لي تاني، مش عندك ترغيب؟ ليه بقى مش درس الخميس؟ وما من يوم ولا ليله الا لله من يمن به على عباده صدقه. وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلهمه ذكره. حديث صحيح الترغيب والترهيب رقم 671 في النسخة بتاعت الشيخ الألباني. هتقول لي طبعا مش هقدر أصلي ال 12 ركعة، صلي اثنين، لأن اللي ما قدرتش تجيبه كله ما تضيعهوش كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله، واضح؟ ما قدرتش صلي 12 صلي 8 صلي 6 صلي اثنين، ما قدرتش صلي اثنين ثم بعد الضحى ماذا تفعل؟ قرأت قرآن، ماشي، وبعد القرآن انتوا اجازة بقى في رمضان ولا ايه؟ ولا في الشغل؟
هتقول لي ما هو ده بقى النكد، واحد بيخلص يبقى في عباده كده وخير وحاسس ان قلبي طاير، اجي اروح الشغل اتغم. هقول لك ليه بتتغم؟ عشان مش بتاخدش اجر عليه، عشان مش محتسب عليه اجر، مش محتسب حسنات. حد يجيب لي حديث في الشغل كده؟ حتى اللقمه ايه هو؟ ماشي، الله ينور عليك، حلو، انا استفدت الحديث كنت ناسيه. هذه كده عيبه ثلاث، ها، هذه يد يحبها الله ورسوله، مش عارف حديث صحيح ولا لا، بس كان نبي الله داود يأكل من عمل يده. وحديث كمان هقول لك بقى حديث تفرح به، ها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني يؤجر عليها. هناك لا تفعل، مش فاكر أول الحديث، لكن قال له: حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني ولو كانت قليلة، ولو كان شيء يسير، يطعم أولاده ويطعم الزوجة، يجعل الله عز وجل له ويؤجره الله عز وجل على ذلك. هذه واحد. اثنين، الصحابة لما رأوا رجلا جلدا خرج يسعى على الرزق، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله، يعني بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم ده لو كان طالع للجهاد في سبيل الله، فقال: إن كان خرج على أولاد صغار يعفهم أو نحو ذلك فهو في سبيل الله، إن كان خرج على والدين شيخين كبيرين فهو. يبقى أنت هل أنت مستحضر بقى وأنت طالع كده من البيت ورايح الشغل إن ده في سبيل الله؟ لو استحضرت لأجرت، لو لم تستحضر لا شيء لك. ثلاثة، قال صلى الله عليه وسلم، وده حديث هدية بقى: دينار أنفقته في سبيل الله دينار إيه؟ أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني عتق إيه؟ رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. صحيح الجامع، عشان الناس البخلة اللي مسكين على أهله ومسكين على زوجاته، أنت لما تنفق عليهم ليك إيه؟ ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أنت لم لا تعرف هذا الحديث من قبل، ولذا لا تحتسب ساعات العمل، وبالتالي يضيع عليك ويضيع عليك الأجر. وكما ذكرنا الاحتساب طريق الاكتساب، وطريق الاحتساب التعلم والتدارس وتعلق القلب بالآخرة فتنبه. ثم اشغل وقتك بالذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ودي جبناها منين؟ من صاحب خير الهدي، ها، جبناها منين ان انت تشغل وقتك بالتسبيح والتهليل والتكبير؟ فين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد كم؟ 70 مرة أو 100 مرة استغفر الله رب اغفر لي وتوب علي، أو استغفار بأي صيغة من الصيغ. فإذا كان هذا حاله ودأبه دوما، فكيف يكون في رمضان؟ يبقى مش عايزك تضيع لحظة في رمضان. بتوع الاتصالات يقول لك ما تفوتش إيه؟ عشان إيه يعني ما تفوتش لحظة؟ هيكسب إيه؟ صح؟ ودي حسنات، ده جنة، ده فوز. ثم ترجع، ترجع من الشغل بقى، ها؟ ليه بقى تعمل؟ يلا عشان نخلص. هترجع تعمل ايه؟ اللي تنام تاني؟ ماشي. هو انت هتنام في رمضان كم ساعة من الآخر؟ هتحتسب كم ساعة؟ 7 حلوين، ها؟ 3؟ 3 ازاي؟ خليك زي داود عليه السلام، حوالي 6-7 ساعات، ها؟ حلوين 4 ساعات. انت بقى بحسب اجتهادك بقى وحبك وشوقك للآخرة هترجع تنام عشان تاخد أجر. تعرف ليه؟ القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، القيلولة للقيام كالسحور للصيام. في حديث ضعيف: استعينوا بطعام السحر على صيام النهار، وبالقيلولة على قيام الليل. قيلولة حوالي ربع ساعة، تلت ساعة، خد بالك، نص ساعة قيلولة، مش تنام للمغرب بقى، قبل الظهر، بعد الظهر، هتبالك. فهي معونة على قيام الليل والقيام في الأسحار.
بعد القيلولة، خد بالك صلاة الظهر والوقت ده اشتداد الحر، ينفع إنسان كده يجيب له حلة كبيرة كده أو نقول بانيو يعني ويقعد في المية عشان الحر؟ ينفع يصب على رأسه مية عشان الحر ولا ما ينفعش؟ ها؟ طب هل النبي كان بيعمل كده؟ خدت بالك؟ عايزين بقى نعيش في استكمال اليوم مع صاحب خير الهدي، نشوف كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الصيام، لا سيما أو سيما مع اشتداد الحر. ثم ماذا كان يفعل في الوضوء، المضمضة والاستنشاق؟ ثم هل يجوز لك أن تسافر في رمضان؟ تسافر ولو سافرت تفطر أم تصوم؟ وهل النبي سافر في رمضان أم لا؟ ثم ماذا كان أيضا بالنسبة لماذا كان يتعلق، يعني ما كان يتعلق بجهاده صلى الله عليه وسلم في رمضان، ثم إكثاره صلى الله عليه وسلم من البر والصدقة. يعني نحاول بإذن الله تعالى في الدرس القادم أن نلم بما تبقى من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. لا أقعد أقعد أقعد. بالنسبة للأخ اللي بيقول إن حمل المصحف أو خلف الإمام في الصلاة دليله، دليل الجواز يعني فعل مولى أم المؤمنين، كلام غير صحيح، لأن مولى أم المؤمنين كان هو الذي يصلي بها إماما، كان يقرأ من المصحف لأنه الإمام، أما هي فلم تكن تحمل المصحف، فحمل المصحف خلف الإمام بدعة. وهذا الكلام سمعته من الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله. بالنسبة للي وجد مبلغ من المال في مصلى النساء أو وجدت، لو كان هذا المبلغ مما لا تتعلق به النفوس، يعني أمر يسير لا قدر له، فيجوز للإنسان أن ينتفع باللقطة اليسيرة، اللقطة اليسيرة التي لا تتعلق بها النفوس. ولو كان شيئا تتعلق به النفوس مبلغا يبحث عنه ونحو ذلك، فيجب عليه أن يعرفه سنة، إعلانات على أبواب المساجد، في الأسواق، في المكان الذي وجده فيه، ثم يحتفظ بهذا المبلغ بعينه برقمه، يعني 100 جنيه بأرقامها، 50 جنيه بأرقامها، ما يروحش يقول لك ما هي دي فلوس ودي فلوس ويبقى له عندي لا يجوز، حرام، خيانة، تبقى خاين. احتفظ بهذا المبلغ بعينه لمدة كام سنة، وبعد السنة يتملكه ويتموله، وإن جاء صاحبه في أي وقت من العمر وأعطاه الأوصاف عليه أن يؤديه إليه مرة أخرى. وضع كده مش معنى أنه تموله أو تملكه أنه بقى حلال لي، لا، بعد السنة يتموله وينفقه لا مانع، ثم لو جاء صاحب هذا المال بعد ذلك يرده إليه. أنا أريد أن توازن بين الختمات وبين التدبر حتى لا يضيع منك رمضان ربما في قراءة جزء. لا، لو حددت 5 ساعات مثلا للقرآن موزعة على اليوم والليلة، فهذا إن شاء الله تعالى يجمع بين الخيرين بإذن الله تعالى. أما ما ورد بأن قراءة مرة واحدة بالتدبر أفضل من قراءة 4 مرات من غير تدبر، هذا لا أعلم فيه حديثا. هل يجب تجديد النية في كل يوم من رمضان أم تكفي نية واحدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. الجمهور على أن كل يوم من رمضان لابد له من نية منفصلة، وأنها لا تجزئ نية واحدة من أول الشهر. وقلنا الكلام ده في الغالب كلام لفظي، يعني خلاف كلامي، لأن المسلم دوما هو عازم وناون على الإيه؟ على الصيام كل يوم بانفراد، فالأمر لا يتصور إلا في حالات يسيرة، وله تفصيل نذكره إن شاء الله في درس الفقه غدا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.